والى بغداد حيث دولاب راس المال يمثل تحديا في البرنامج الخدمي الحكومي. يتوقع سياسيون واقتصاديون صعوبه تمرير جداول الموازنه الاتحاديه لعدم مراعاتها مصالح الاحزاب في غالبيه المحافظات. موضحين ان الارقام والتخصيصات تختلف بفروقات كبيره عن المتوقع ما سيقود الى معارضه سياسيه في اللجنه الماليه النيابيه. وتلوح مؤشرات الأزمة في تسريبات عن إمكانية عدم تمرير جداول الموازنة في الفصل التشريعي الحالي لتذهب فترة التمديد سدى حسب وصفهم مع خروج انتخابات رئيس البرلمان عن التوقعات وفي السياق أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي أن جداول موازنة 2024 تمثل تحديا مهما للعراق فيما لفت إلى أن العجز المالي المتوقع يمثل تحديا خطيرا لاستدامة الدين العام